السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم، ويتجدد بنا وبكم اللقاء وبرنامجكم ضربة جزاء. يمكن النهاردة احنا فاجئناكم بميعاد جديد، ولكن دي لظروف خاصة. احنا كنا بنطلع الساعة 4، يعني ساعتين من الآن كنا بنجهز عشان نطلع، ولكن احنا بدأنا نشتغل بدري شوية عشان ظروف اللعيبة اللي بتجينا من الأقاليم، لأن احنا بنسلط الضوء على كل لاعبي مصر من الأقاليم عشان دول أيضا نجوم ولهم حق علينا إن هم يظهروا على الشاشة، خاصة إن احنا فين؟ احنا في شاشة التميز، شاشة قناة الصحة والجمال. طيب خلينا، عشان الوقت طبعا بيبقى سريع لأن بيبقى ضيوفنا، احنا بننقي طبعا الضيوف بتاعتنا بتبقى فاكهه، بيبقى عندهم احاديث جميله جدا، وطبعا الحاجه الجميله بتخلص بسرعه وبيبقى وقتها قصير. فخلينا ندخل في حلقتنا على طول. النهارده احنا طبعا هيكون معانا بعد الفاصل مدير قطاع الناشئين بنادي ابو قير الرياضي الكابتن نبيل سلطان. النهارده عنده مفاجات لينا كبيره جدا، وهيقلب الترابيزه على ناس كتير. انا بدبسك يا كابتن نبيل على الهوا، انت اللي قلت في الكواليس انا عندي كلام كبير وهنقوله وندردش مع بعض. هيكون معانا في الفقره الاولى مع الكابتن نبيل نجم من نجوم نادي ابو قير الرياضي بالاسكندريه محمد زهران، ده مواليد 2010، نجم كبير جدا، وايضا في مفاجاه ليه هيقولها لنا على الهوا الكابتن نبيل. ومعانا مصطفى هاني مواليد 2005، ايضا بنادي ابو قير. الفقره الثانيه والجزء الاخير هيستمر معانا مدير القطاع الكابتن نبيل، وهنتكلم مع ضيوف جدد ولاعبين جدد، وهو اللاعب محمد الشرقاوي ايضا لاعب ابو قير، والنجم المنتقل حديثا الى نادي الزمالك كابتن نبيل، شكله بيعشق نادي الزمالك، معانا محمد العباسي اللي موجود في الكواليس في الاستوديو بره، ده منتقل حديثا لنادي الزمالك. طيب احنا شفنا مع بعض منتخب مصر، كنت بتكلم هنا من كام حلقه على صديقنا المحترم العزيز نجم الخلوق كابتن حسام البدري، وانا كنت صريح جدا وقلت على المستوى الشخصي كابتن حسام البدري شخص محترم فوق دماغنا كلنا، ولكن فنيا وجهه نظري انا، مش هتكلم على اي حد تاني، اسف اسف اسف. وطالبنا كلنا مع احترامنا كابتن حسام، احنا بنتكلم على مصر، احنا بنحب مصر، وصور منتخبنا معانا فريق الاعداد المحترم جدا بيتابعنا لحظه بلحظه. دي لقطات من مباراه برج العرب او الامس، مصر وليبيا. قلنا لحسام البدري شكرا، انا بالنسبه لي بقول لكروش شكرا، انا مش متشائم بس انا بتكلم من وجهه نظري. اللي في الصوره قدامنا ده الوحيد، الحسنه الوحيده اللي عملها كروش مرموش، ده النجم الحسنة الوحيدة عملها لنا كروش، بكررها تاني وانا قلتها على السوشيال ميديا، احنا ما عملناش حاجة قدام ليبيا يا جماعة، الناس كلها فرحانة، احنا بقى لنا شكل، اسف بكرر، اسف اسف اسف. الشكل اللي ادهولنا هو نادي منتخب ليبيا، هو اللي كان جاي على التعادل، هو اللي كان بيدافع. وبعدين ما تنسوش يا جماعة منتخب ليبيا كتر خيره فيش كورة من 7 سنين. انا بقول طول عمري لقطات معانا الصور طبعا لان معناش حقوق النشر. خلينا بس عشان الصوره دي نعلق عليها برضه، انا ليا كومنت على الصوره دي. هنا مين قدامنا؟ نجم مصر عصام الحضري ونجم مصر الشناوي، ده مدرب حراس مرمى وده حارس مرمى. اعتقد هو مكسب كبير لمنتخب مصر الكابتن عصام الحضري، ولكن مش هيصنع الفارق مع الكابتن الشناوي، لان اعتقد، انا اسف جدا، الشناوي ولا هيضيف للحضري مع احترامي للجميع، لان الاثنين قريبين من بعض، مش هقول في السن، في الفكر وفي المستوى. وعصام الحضري قيمه كبيره، والشناوي ايضا قيمه كبيره. بحب اعلق على كل حاجه لان انا اتعودت وعودتكم على الصراحه. نرجع لكروش وارجع لمنتخب ليبيا، هو اللي اتاح لنا الفرصه اللي يبقى شكلنا الى حد ما حلو، زي ما قال الاعلاميين وزي ما قال الصحفيين منتخبنا حلو. انا بقول اسف منتخبنا ما كانش حلو، ازاي انا بلعب في ارضي لازم اكون مفترس، افترس الفرقه اللي قدامي. على راي الكابتن رضا عبد العال حبيبي اللي كان معايا على الهواء في التليفون من لحظات، كنت بتمنى يخش معايا في مداخله، قال لي خليني بعد ما اعدي ماتش بكره عشان اقدر اتكلم معاك، لان انا مش مطمن يا كابتن محمد، وانا بضم صوتي لصوتك يا كابتن رضا عبد العال. هي مصر، احنا نفسنا مصر تكون في اعلى حته وفي اعلى مكان، بس فعلا احنا مش مطمنين يا كابتن رضا عبد العال، لان احنا ما شفناش الجديد في ماتش ليبيا، احنا شفنا منتخب بيلعب كره محليه. فين محمد صلاح؟ فين محمد صلاح بتاع ليفربول؟ النني، فين الناس اللي بتلعب بالملايين يا جماعه؟ يا جماعه احنا ما شفناش حاجه خالص، فين مصطفى محمد؟ انا مش بتكلم عشان في لعيبه من الاهلي خرجوا من المنتخب، احنا بنتكلم على منتخب مصر.
انا بضم صوتي لكل المسؤولين نريح محمد الشريف شويه، الراجل مجهد مش ملوش احقيه في المنتخب اليومين دول، مفيش مشكله. قفشه لا، قفشه موجود، المفروض يكون موجود. عبد الله السعيد قيمه كبيره بس مش بتاع ال 90 دقيقه يا جماعه، عبد الله السعيد ممكن اديله نص شوط، مش شوط كامل كمان. مش هنقطع في حد، احنا يمكن بنتكلم عشان بنحب مصر، لان يا جماعه ده منتخبنا. فريق الاعداد لحظه بلحظه معانا، ده جدول الترتيب، نبص كده يا جماعه، دي مصر مفيش فرق، احنا فرق بونت واحد عن ليبيا، احنا 7 نقاط وليبيا 6. ليبيا عندها مشكله سياسيه وعندها حرب اهليه، ومفيش منتخب عشان نتكلم عليه ونخاف منه، احنا جبنا جون بالعافيه، هدف واحد. خلينا بس نقول الجدول الترتيب بسرعه عشان نرجعوا لي تاني الاعداد. مصر 7 نقاط، ليبيا 6 نقاط، انجولا 3، الجابون نقطه، يبقى المنافسه بين مين ومين؟ مصر وليبيا. اسف جدا تاني، انا بحب اقول اسف عشان انا يعني انا زعلان. ما ينفعش منتخب مصر اللي فيه نجوم يبقى فرق بونت، ورايحين بكره هنلعب مع ليبيا واحنا خايفين. خايفين يا جماعه، بعد اذنكم خلينا نبقى صراحه شويه، بلاش تطبيل، احنا وحشين والله والله والله. منتخب مصر لو بيلعب الكاميرون او بيلعب نيجيريا هيبان حقيقتنا. اتمنى ان كلامي ده يكون كله غلط بيكم انتوا بكره يا لعيبه مصر. بكره قول كل الاعلاميين اللي هم بيقولوا او اللي هم مش متفائلين، احنا ردنا عليكم في الملعب، احنا كلنا ليبيا في ليبيا وعوضنا خيبه الامل اللي كانت في مصر. خدنا 3 نقاط مهمه جدا على ارضنا، لان دي مهمه، لانك هتبقى كارثه لو تعادلنا او تهزمنا، ولكن الحمد لله بلغه الكوره ركبنا المجموعه، بقينا الاول، ولكن عندنا مباراة صعبة جدا غدا أمام ليبيا بره أرضنا. أتمنى ناخد ال3 نقاط. أنا بكرة بقى بقول لكم أنا مش عاوز مستوى بره أرضي، مش عاوز أتفرج على مستوى لعيبة مصر. لا، أقف اعمل حيطة، ما تلعبش كورة بس تعالى بال3 بونت بس في أرضك هنا في مصر، متعني يا جدع يا جدعان يا جماعة. أنا ده أنتوا هتطلعوني بره شعوري والله. أنا اتفرجت على الماتش 90 دقيقة، هما جملتين. طب أنا رايح جايب راجل المدير الفني المحترم كيروش بملايين عشان اتفرج على جملتين في 90 دقيقة؟ عملت ايه مع محمد صلاح عشان يلعب؟ هتقول لي الكرة مختلفة؟ لا، انا اسف، لازم محمد صلاح تتعامل معاه نفسيا شوية. منتخب مصر اكتر 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 من ليفربول. ليفربول هو السعادة ليك وللمصريين، بس ده منتخب بلدك، لازم اسم مصر يكون موجود في كل بطولة لكأس العالم. يا رب نوصل كأس العالم. المجموعة صعبة، عندنا ماتش صعب جدا بكره، وعلى فكره لو ربنا كرمنا وصعدنا اول مجموعه لسه في معمعه تانيه، ماتش تاني او ماتشين ذهاب وعوده فاصل، يا عالم نكونوا مع الجزائر عشان نروح العب مع الجزائر في الجزائر، او الكاميرون او نيجيريا، ربنا يستر. مش هقول انا كل مره بقول انا متشائم، مش هقولها النهارده يا جماعه عشان بس ما حدش يزعل مني، بس انا قلت للكابتن حسام البدري كفايه شكرا، مش عايز اقولها لكروش رغم ان انت لسه جاي. هتقول انت مستعجل عليه ليه؟ اقول لك أنا مش مستعجل عليه، أنا لما أعمل مقارنة وأجيب واحد بملايين الدولارات واليورو وأدخله ويمسك منتخب مصر لازم ألاقي فرق في ماتش زي ده. ليبيا فريق متواضع، منتخب ليبيا ما عملش حاجة، الكورتين اللي راح بيهم للجون وصلوا كان هيضيعنا، كرة في العارضة لولا براعة والتوفيق من عند ربنا الشناوي. نهدى شوية كده ونقوله يا رب مصر تصعد لكأس العالم ونتمتع بكرة مصرية حقيقية، ومش منتظرين بكرة نتيجة غير ال3 نقاط فقط، ومش عايزين أداء. وأنا بقولها أتمنى ما يكونش فيه أداء بكرة، أو ممكن تفاجئوني ولاقي فيه أداء ولاقي محمد صلاح بتاع ليفربول ولاقي النني ولاقي الناس الحلوة ديت. إن شاء الله خير، هندردش برضه على منتخب مصر مع نجومنا إن شاء الله. طيب هنطلع لفاصل قصير هنشوف فيه مع بعض تقرير احدى مباريات القسم الثالث في الاسكندريه، كانت مباراه صعبه جدا لفريق الاباري وفريق الدلنجات، انتهت بالتعادل الايجابي 1-1، مباراه قويه جدا. هنطلع نشوف التقرير ونرجع بعد التقرير نستقبل الكابتن نبيل وضيوفنا، نرجع نشوف التقرير ونرجع لكم مره ثانيه. يلا تعالى سيب، تعالى سيب، يلا سيب، يلا سيب، واحد بس يا ابني. الله الله الله.
معانا كابتن برنس، هنشوفه النهارده يقول ايه رد فعله عن مباراه النهارده الصعبه. اهلا بحضرتك يا كابتن. ديك نورتوا الاستوديو، نورتوا مركز شباب الاباري. الحمد لله راضيين النهارده عن النتيجه، بنلعبوا فريق قوي، فريق الدلنجات، فرقه بتنافس السنه اللي فاتت على الثاني، والحمد لله قدرنا في الدقيقه 85 تعادلنا وضيعنا الجون الثاني، والحمد لله على اداء. احنا راضيين بالنتيجه دي، وزي ما حضرتك في كوره جون ما فيهاش داعي للتسلل، ما فيهاش حاجه خالص، يكون جون، والحمد لله احنا راضيين بالنتيجه دي. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. ومعانا الكابتن محمد عفيفي، ونساله رايه ايه النهارده في مباراه النهارده. بالنسبه للمباراه، اول حاجه بحمد ربنا على البونت الغالي دوت، بوم نقطه من فم الاسد. بالنسبه لمجمل المباراه، الحمد لله رب العالمين ان احنا دخل فينا جون، كنا ماشيين كويس، ربنا اراد ان احنا نجيب هدف ما اتحسبش تسلل، والناس كلها شايفه الهدف واضح ان هو هدف صحيح. ربنا كلل مجهودنا ده بضرب الجزاء، استطعنا ان احنا نتعادل، وفي نهايه المباراه ده يعني هدف، والحمد لله رب العالمين احنا راضيين كل الرضا عن البونت دوت. الحمد لله. الحمد لله. شكرا. ومعانا كابتن عبد الوهاب، وهنساله النهارده عن اجواء المباراه النهارده، ايه رايك؟ المباراه كانت جميله، فرقتين محترمين باللعب، فرقه يعني السنه اللي فاتت كانت ماشيه تاني، يعني من احسن الفرق اللي احنا بنلعبها في المستوى التاني. وايه رايك في ضربه الجزاء؟ ضربه الجزاء صحيحه 100%، وعلينا جون، الحكم طبعا حسبه اوف سايد، فالحمد لله على كل شيء. الحمد لله. الحمد لله. ورجعنا لكم بعد الفاصل، وشفنا مع بعض التقرير اللي كان جميل جدا من احدى مباريات الدرجه الثالثه. بنشكر محسن عوض المصور الخارجي اللي كان موجود معانا في ملعب الاباري، وبنشكر زميلتنا رحمه الوكيل اللي جابت لنا التقرير من ملعب الاباري بالاسكندريه. هنتكلم على الاباري مع الكابتن نبيل اللي هو هيكون ضيفنا حالا، ولكن تيجي نقدمه الاول. كابتن نبيل سلطان، مدير قطاع الناشئين بنادي ابو قير السكندري، اهلا بيك. اهلا بيك كابتن محمد. منور استوديو قناه الصحه والجمال وضربه جزاء. حبيبي انت اللي منور يا باشا. شايف الدنيا ماشيه ازاي كده وانت جاي في الطريق؟ الدنيا جميله، وطول ما انا جاي معاك الدنيا حلوه، كلها فريش. كلها فريش. كلها فريش. شايف يا كابتن نبيل التوقيت ده؟ الساعه 2 ده جميل جدا. جميل. حتى كل اللي نقوله الناس طلعت المدارس، تبدا الناس كده تبقى هاديه، تسمع اللقاء، كل الناس تستمتع. شايف يا كابتن نبيل ان الفقره او المقدمه بتاعتي كانت فيها اخطاء؟ لا، كانت جميله بالنسبه للمنتخب، ده حاجه كبيره، اهم حاجه عندنا المنتخب، ده اهم حاجه. وفعلا كده المنتخب ظهر وبقاله شكل جميل. انا سمعت كده بتقطع في حسام بدري، اولا حسام بدري كتر خيره. طب اقول لك على حاجه، والمنتخب كبير عليه، احنا هنقطع مع بعض، بس تيجي نقدم قدم الناس الحلوه دي. معانا على يميني نجم جميل من لاعبي نادي ابو قير، محمد زهران. ازيك يا محمد؟ الحمد لله. وايضا موجود اللاعب مصطفى هاني. ازيك يا مصطفى؟ الحمد لله. محمد اخبارك ايه؟ الحمد لله بخير والله. قول لنا كده، انت طلعت بقالك قد ايه في الطريق، وبقالك قد ايه، وجاي مع مين؟ طبعا مع جامعة حضرتك، الوقت طويل، الطريق طويل جدا. شايف وجودك في القناة، حاسس بإيه كده وأنت داخل؟ شعورك وأنت بره قبل ما تخش على الهواء؟ حاجة تشرفني. حاجة تشرفك، أكيد. يعني أنا هقول حاجة يا جماعة، اللعيبة ديت لهم حق علينا اللي إحنا لازم نقدمهم، وهنلاقي منهم إيه الكلام قليل شوية، ولكن إحنا واحدة واحدة معاهم، لأن إن شاء الله دول هيبقوا نجوم لكرة القدم المصرية إن شاء الله. درش، أخبارك؟ الحمد لله تمام. منور الدنيا. بنورك. ايه رايك في برنامج ضربه جزاء؟ والله ده حاجه تزيدني شرف ان انا بتفرج عليه. بتتفرج على برنامج بقالك قد ايه؟ والله كتير، يعني ما مش يعني الاربع حلقات الماضيين كنت بتتابعهم. متابع. كنت بتتابعهم. احنا هنتكلم معاكم باستفاضه دلوقتي، ولكن خلينا نروح بقى ايه
للنجم الكبير كابتن نبيل. كابتن نبيل كنت بتتكلم على المنتخب، قول الدنيا ماشيه معاك ازاي في المنتخب انت كمان؟ انا اولا من عشاق بص الكره المصريه اكيد، وانت مصري. انا لعبت الاول في نادي الحماوه ودمنهور، ولعبت في نادي الاتحاد. كان ماسكني كابتن وحيد كامل الله يمسيه بالخير، ماشي. انا مدمن منتخب، مدمن اهلي، كويس. المنتخب شكله الماتش اللي عدى 10 على 10، في ناس بيقول لك لا في اخطاء، لا ما فيش اخطاء، واحده واحده. لسه الراجل بيقول يا هادي اول ماتش ماشي، شفت شكل جمال ولا مش هو بيدرب كولامبور يا باشا؟ انت شفت كوره؟ لا ما شفت كوره. لا ما شفتش. لا كان في كوره. ما شفتش. لا في كوره. حته عبد الله السعيد مكان قفشه 10 على 10. انا عن نفسي انا مقتنع. مش تغيير المراكز، انا عن نفسي مقتنع. انا ما بتكلمش على مين جه ومين راح، انا بتكلم يا جماعه احنا بنقول، والكابتن نبيل بيقول معايا على الهوا، انا اتمتعت بالكوره. انا عايز اقول له فين الجمل، عد لي الجمل اللي اتعملت وفين الاهداف اللي احنا جبناها. كان في جمل عن حسام بدري. اول حسام بدري معلش المنتخب كبير عليه جامد. هو تاريخ حسام بدري ايه؟ خد بعد يوزي 3-4 بطولات في الاهلي صح؟ ما عملش اي انجازات. تمام. بس هو ده حسام بدري. وقلنا له شكرا والراجل وشكرا ومع السلامه، مش ده بتاع المنتخب. كروش. انا عن نفسي 10 على 10. عمل واحدة ايه؟ واحدة. عمل ايه؟ اداك ثلاث نقط، صعدك بقيت اول. حسام بدري جاب اربع نقط. حسام بدري مين ده؟ ما جاب اربع نقط. ايوه تاريخه المصري. حسام بدري ايوه تاريخه ايه؟ تاريخه كان بيدرب في النادي الاهلي. لا معلش هو الاهلي كبير عليه برضه. الاهلي كبير على كل الموجودين لان ده نادي صرح كبير زي الزمالك ما صرح كبير وكبير على اللي موجودين. انا عايز اقول حسام البدري مصري وقلنا له شكرا لانه ما قدمش اللي احنا طالبينه ان احنا يكون عندنا كره حقيقيه. كيروش بنقوله نصبر عليه، اصبر عليه وهو مش مصري، اصبر عليه وهو جاي المفروض. لسه جاي بيقول يا هادي اول ماتش انا حالة كده عن كربايه. هنشوفه بكره. لا نشوف ان شاء الله هنفوز. شايف ايه بكره؟ بكره ان شاء الله ناخده له بريح جاي. هتلاقي اداء ولا لا؟ ان شاء الله في اداء وهتبقى بص بدل الاسماعيلي رايح جاي ليبيا رايح جاي. اتمنى. بس يا باشا على الرغم يا جماعه 10 نقط، على الرغم ان ليبيا دوله شقيقه ما كناش نتمنى انها تكون معانا في المجموعه، لان احنا طبعا زي ما كل الزملاء قالوا احنا كنا نتمنى كل المنتخبات العربيه تكون موجوده في كاس العالم، ولكن شاء القدر ان تكون ليبيا ومصر في مجموعه واحده ولازم واحد بس اللي يصعد. طبعا كلنا نتمنى انها تكون مصر. محمد زهران عامل ايه؟ الحمد لله. انت موجود في نادي ابو قير، انت مواليد 2000 وعشرة. انت ده اول موسم ليك في ابو قير؟ اه. مين المدرب بقى وكلمني بيتعامل معاك ازاي؟ يعني عرفني اسم المدرب وبيتعامل معاك ازاي؟ كابتن محمود شام طبعا بيدربنا زي كاننا اولاده، وبيدربنا وبيمرنا تمرين جيد جدا ومستوانا بيتحسن معايا. الكابتن محمود شامبو هو المدرب بتاعكم. طيب انتوا لعبتوا مباراه وديه؟ اه. فاكر كده لعبتوا قدام مين والنتيجه كانت ايه؟ 3-3. كان في مباراة تانية ولا ايه؟ لا خالص خالص، اصحاب الجياد والنتيجة كويسة 3-3. حاجة مش يعني نتيجة كويسة لابو قير. كابتن نبيل كويسة فعلا. اصحاب الجياد فرقة كبيرة في اسكندرية. وبعدين الناس لها اسمها هناك. معلش المباراة دي كانت بقالها قد ايه؟ يعني مكملش يعني نقول 12 يوم كده بالظبط. دي كانت أول مباراة؟ كانت أول مباراة. عملتوا مباراة تانية للقطاع ولا؟ عملنا عملنا اخر مباراه كانت ل 2007 2006 في نادي الزمالك. في الزمالك. في الزمالك. نتيجة ولا مش 5-0؟ لا عادي 5-0. الزمالك فاز 5-0 كويس. حاجه مواليد كام؟ 2007. جميل. يعني لما فريق ابو قير في اسكندريه قطاع الناشئين وبيلعب نادي الزمالك والنتيجه يعتبر مش كبيره كده. مش كبيره عادي 5-0 عادي ما فيهاش حاجه. انت بتلعب معلش نجوم. نجوم يعني نقول الزمالك برضك ناس ابطال افريقيا برضك مش هنقول في حقهم حاجه. صح. مهما اكون انا اهلاوي. لا لا طبعا لا لا الزمالك والاهلي. الزمالك بصراحه كرته حلوه السنه دي جدا جدا ومن احلى الفرق السنه دي. ويستاهلوا الدوري. ويستاهل الدوري. والكاس؟ لا بعيد علينا. يا مسهل. لا. طيب مصطفى هاني اتكلمنا عن نفسك يا مصطفى، انت مولدك ايه وبتلعب فين؟ مولد 2005 لعبت في اكاديميه المكون العرب وان شاء الله فاضل تك على ابو قير ونمضي فيها ان شاء الله. يعني احنا قدمناك ان انت لاعب ابو قير لان خلاص انت زي ما قلت فاضل تك بلغه الكوره وتمضي، لان طبعا معاك رئيس القطاع ومدير القطاع فخلاص يعني ما نقدرش نتكلم. انت بتشجع مين داخل مصر؟ الاهلي طبعا. الاهلي. طب تقدر تتكلم كده ونطلع منك محلل رياضي صغير، ايه رايك في منتخب مصر؟ والله وبالنسبه ان هو استبعد محمد شريف ده حاجه عاديه. هو زي ما انت ما قلت في اول في المقدمه ان هو الحسن الوحيد اللي عملها عمر مرموش. انما استبعاد بجد قفشه لا. بس تتمنى ان مصر توصل لكاس العالم والله ان شاء الله. ان شاء الله توصل. كابتن نبيل القطاع بقى
ما شاء الله انا باجي وبشوف انا وفريق العمل ما شاء الله اللاعبين والمواليد. كلمنا كده قول لنا المدربين بتتعاملوا ازاي مع اللعيبه، طموحكم ايه هذا الموسم؟ والله يا كابتن محمد بص ان شاء الله السنه دي احنا ناويين ان شاء الله نصعد. انت حتى قلت لي فاجئتني وحاجات في الطريق، قلت لي المجامع نزلت، قلت معاك السكه الحديد ومعاك كذا وكذا، قلت لك عادي. انا عن نفسي السكه الحديد احتراما لها عادي ممكن نكسبها عادي. ايه السكه الحديد؟ معلش لا تاريخها ولا اسمها برضك، بس احنا برضك مش وحشين. احنا معانا فرقه جميله جدا وضمنا لعيبه من القسم الثاني ماشي، وفي ان شاء الله صفقه جايه من دمنهور ماشي دارية ثانيه وخلصت معاه، وفي حارس مرمى برضك تقدر تقول عليها ولا؟ والله في حارس مرمى كنت انا شفته، كان الكابتن هشام يا كان جه عمل كده توليفه حلوه كده من قيمه اسبوع. فانا شفت الحارس، الحارس يعني كان قاعد متابع لحد نهايه اللقاء، وبدات نتكلم معاه وكان في نصيب ان شاء الله يوم الاثنين بكره هيجي لي ابو قير اسكندريه. جميل. لا حارس شيء جميل ان انت كابتن تتابع وتشوف اللعيبه. لا لاعب حارس. الميزه جميل. فيك كابتن وفي المدربين عندك في القطاع ان انتم عاملين حاجه جميله او حاله جميله في ابو قير، ان انتم بتستقطبوا لاعبين من جميع انحاء الجمهوريه. والمميز عندك تبدا تمشيه خلاص، بتمشيه خلاص لان انت عامل لنا مفاجآت النهارده، حطينا لنا كذا مفاجاه. في مفاجاتين حلوين يعني جدا. انت مودي لعيبه كتير للزمالك يعني ده الرابع، ده الرابع. طب الاهلي ما فيش حظ خالص والله معك. في يمكن ان شاء الله الاسبوع الجاي في ماتش مع الاهلي ماشي، كنا احنا متكلمين على اثنين براعم ماشي وهم شافوهم مرتين، على وعسى يكون هم الامضى الاسبوع الجاي. الفريق الاول يا كابتن اتفضل، انت عندك القسم طيب هم بيكلمونا كده. طيب هنطلع لفصل قصير ونرجع لكم مره ثانيه، نطلع لفصل. ورجعنا لكم بعد الفاصل عشان نستكمل حديثنا الشيق مع الكابتن نبيل. كابتن نبيل كنا بنتكلم على ابو قير والفريق الاول بالاخص. طبعا المجموعه مجموعتك صعبه جدا، انت معاك فريق السكه الحديد ومعاك مركز شباب النصر ساحه النصر في لامبروزو ومركز شباب العمريه وفريق قرشه وجرف حسين ونصر المنضره وشباب سموحه واهل الملاح. شايف في صعوبه في انديه كبيره معاك؟ اكيد في صعوبه يعني السكه الحديد من الفرق القويه جدا في اسكندريه، ده رقم واحد تمام. شباب ساحه النصر في اسكندريه مركز أكيد. شباب النصر أكيد. فريق قوي جدا. شباب العمريه حدث ولا حرج، مركز طيب. شباب العمريه طبعا الى جانب فريق ابو قير من الفرق الكبيره جدا. جرف حسين والله الفرقه كلها جامده يا كابتن، كله جامد يا كابتن محمد، واحنا كده بسم الله ما شاء الله ضمننا الهبوط. الصراحه حلوه يعني، انا سعيد جدا كابتن. اول ما شاف هو ما شافش القرعه بتاعت الايه، لا مفاجاه ولكن هو عرف المجموعه فهو جاي معايا في السكه. فانا بقول له ايه مفاجأة. كابتن انت واقع معاك السكه الحديد، واقع معاك فرق كتير، وانت فريق كبير ايضا. قال لي ايه الحمد لله احنا ضمننا الهبوط، فانت بتكررها على الهوا. لا ان شاء الله مستعد ازاي كابتن من الفريق الاول؟ كابتن ان شاء الله في دافع على الفريق الاول، لان احنا مدعمين فعلا بتاع يمكن ست لعيبه عناصر جيده جدا يعني، دي مفاجاه برضك. وفي لاعب ان شاء الله يمكن بكره ان شاء الله جاي هنجده بسرعه، والحارس المرمى هنجده من الناحيه الثانيه ان شاء الله. ان شاء الله خير، وبنتمنى التوفيق لفرقه ابو قير الفريق الاول ان شاء الله، لان طبعا انتم عاملين حاجه جميله جدا في القطاع، وان شاء الله يكون موسم سعيد في كل المواليد والفريق الاول كمان. زهران بابا قاعد معانا في الكواليس بره وتعب معانا في الطريق اكيد. عايز تقول ايه لبابا كده يعني؟ شايف كده ان بابا بيتعب معاك، عايز تشكره، عايز تقول له ايه، وجه له كلام كده؟ طبعا بيتعب معايا ياما، وهو اللي كان بيوديني ويتعب معايا يوديني النادي، فبشكره. طبعا لازم تشكره وتشكر ماما واخواتك، ولكن قول لي بقى انت يومك بيبقى ماشي ازاي؟ بتوفق بين الدراسه وبين النادي ازاي؟ بتطلع امتى وبتروح امتى والتمرين امتى؟ هو مواعيد النادي مظبوطه، مواعيد الدراسه بروح الدروسي بنروح النادي ونرجع، بيكون عندي درس مثلا بعد النادي بنروح بعدين نرجع على البيت وناكل بس كده. اهم حاجه بقى بالنسبه للاكل، هبقى اعمل لك برنامج للطبخ هنا في مع ضربه جزاء ان شاء الله، ونعمل ومع الكابتن نبيل والمدربين يعرفونا النظام الغذائي. بتكلم بجد يا كابتن، في نظام غذائي لازم يكون موجود للعيبه عندك. خلي بالك دي مفاجاه. والله يا شيف. شيف وشرف ليا. طب ما نعمل لك برنامج للطبخ في القناه يا باشا. شيوف وحلوان درجه اولى على فكره يا جماعه، شرقي غربي اي حاجه على فكره يا جماعه، دي مفاجاه. والله ويمكن من المفاجات القويه جدا ان يكون معانا لاعب كره سابق ومدير قطاع كبير في نادي كبير بحجم ابو قير في اسكندريه، ويكون هاوي وعنده صنعه جميله. هاوي يا كابتن. محترف. ده شغل اصلا.
محترف. انا حلواني شرقي غربي. بص بسم الله ما شاء الله. ده انت كده بتعلن عن نفسك، ده اعلان على فكره. احنا هنخش في الكوره، انا هخش مع الشربين دلوقتي لو عايزني على الهوا معاه. هنسيبك يا كابتن دقيقه كده وندخل على مصطفى، عشان مصطفى بدا يبرد مننا. بلدياتي دي، خلي بالك كابتن مصطفى. اه بلدياتي من نفس البلد. عسال هو منين بالظبط عشان يعلن عن نفسه. قول بقى مصطفى كده انت منين صح، بلدك ايه او قريتك ايه ومحافظه ايه؟ محافظه البحيره، قريتي قريه صغيره عزبه خميس، مجاوره لابو الفضل المدينة الطبية دي، ومجورة المنية العطية برضو. يعني قرية على قدنا. مش الكابتن شافك ازاي؟ شافك فين؟ كنت تلعب فين؟ او انت رحت له ازاي؟ والله انا رحت له عن طريق بابايا، يعني هو تعرف بابايا وقال له اخليه للاكاديمية معنا، وانا رحت للكابتن رضا وقال له ده مصطفى حلو. الاكاديمية في دمنهور، اكاديمية المؤمنين العرب لولينا. وان شاء الله احنا خلاص بنستعد للانضمام لفرقة ابو قير، فريق اول ان شاء الله. فريق اول كمان مباشر يا باشا. مش مغامره ان يبقى معاك 2005 في فريق اول. انا شايفه وعارف لعبه. ده بص من نوع ري في الملعب، ماشي، عنده الحماس، لعيب كوره. يصعد فريق اول؟ ما صعدش ليه؟ ما يصعدش ليه؟ كوسه ولا حاجه؟ لا قدها. انت عارف ان الفريق الاول ده مسؤوليه كبيره جدا. نقاط ومنافسه جامده وفرق في اسكندريه. لسه بتكلم على الفرق اللي معاك، يعني انا اتفاجئت ان الكابتن دي برضو من المفاجات اللي بيعملها لنا النهارده وبيقدمها لنا النهارده. الشيف اسف الكابتن دلع. الكابتن نبيل دلع يا باشا، هو اللي قال لنا كده يا جماعه. على فكره هو قال انا بتشرف، وده حاجه جميله جدا وشرف لينا على فكره يا جماعه، ان يكون اي حد بيعتز بمهنته وبيعتز بالحاجه اللي بيعملها. فطبعا الكابتن نبيل بيفاجئنا مفاجاه ثانيه يا مصطفى، ان احد لاعبيه ومنضم حديثا مصطفى هاني هتكون في الاول. المفاجاه دي بقى بالنسبه لك انت هتستعد ازاي؟ وهعمل اللي عليا. هتشتغل بقى وتواظب على التمرين. هعمل اللي عليا والباقي على ربنا ان شاء الله، ونعم بالله ونعم بالله. كابتن نبيل كنا بنتكلم، طب خلينا كده قبل ما نتكلم هنطلع لفاصل عشان نستقبل ضيوفنا. وقبل ما نطلع لفاصل، طب خلينا بقى ناخد كلمه من كل ضيف. عايز تقول يا مصطفى قبل ما نختم فقرتنا؟ والله يا كوتش، هو يزيدني الشرف ان انا طلعت معاك في البرنامج، ويا ريت بس ان الواحد بس يلعب دوري كده وانضم على الكابتن. بالتوفيق يا مصطفى، ونجيبك معانا وانت في الفريق الاول ان شاء الله. عايز تقول حاجه محمد؟ ده الحقيقه تشرفني ان انا كابتن محمد هنقعد منك ثانيه بعد اذنك في البرنامج، وهتشرف. بنشكركم، وهناخد كلمه قبل ما نطلع الفاصل. كابتن نبيل اتفضل. ده المفاجاه بقى محمد زهران، ده ان شاء الله نجم الاتحاد القادم، هيمضي ان شاء الله رسمي في نادي الاتحاد خلاص باذن الله. خلاص. يبقى محمد زهران ان شاء الله قريبا جدا في الحلقه القادمه هيكون معانا، وهو تحت مسمى او منضم حتى الصوره معانا، صوره محمد زهران فريق الاعداد مشكورا هنا وهو في نادي ابو قير موجود. ما شاء الله صوره. مين اللي مصورك يا محمد؟ محمد صلاح. طبعا حاجه جميله جدا. بنتمنى لك التوفيق يا محمد، وان شاء الله الحلقه الجايه نتكلم عنك وانت بتشيرت سيد البلد نادي الاتحاد. شكرا مصطفى، ونتكلم معاك وانت في الاول ان شاء الله. هنطلع لفاصل، وعشان نستقبل ضيوفنا الجدد اثنين من المفاجآت ايضا مع الكابتن نبيل. نطلع لفاصل ونرجع لكم مره ثانيه. رجعنا لكم بعد الفاصل عشان نستقبل ضيوف جدد. احد اكتشافات الكابتن نبيل سلطان، خلينا نرحب بيهم. معانا محمد عامر الشرقاوي، اهلا بك يا محمد. عامل ايه؟ منور الدنيا. ومعانا ايضا محمد العباسي، منور ابو حميد. عامل ايه يا محمد؟ الحمد لله. جاي لنا متاخر شويه قبل الحلقه، انت كنت المفروض معانا في بدايه الحلقه، ولكن خليناك في الجزء الثاني عشان تاخد راحتك كده ونفسك من الطريق. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. كابتن نبيل مفاجأة بقى، مفاجأة كبيرة. محمد العباسي، خليك انت تقول المفاجأة بتاعتك. محمد العباسي الأول اكتشاف العبد لله في نادي أبو قير، أنا كنتش أعرفه. اتفاجئت بيه، يعني سنه ماشي مع جسمه مع لعبه، لا يستاهل يروح نادي كبير ودون فايدة إن شاء الله. وخلاص رسمي نادي الزمالك. نادي الزمالك رسمي خلاص. هو وقع خلاص ولا لسه؟ هو رحنا كان بالنسبة للتوقيع ماشي، كان في هناك مش عارف في ايه كده مع كابتن هشام يكن، فالراجل يعني يشكر وصول كراح النهارده يخلص. فعشان الدراسه جالك ان شاء الله يوم الثلاث توقيع رسمي خلاص، وهو كده نقول مبروك ان شاء الله. مبروك رسمي خلاص. مبروك يا محمد.
محمد انت قبل بقى ما تروح للزمالك والناس تشوفك هناك، انت قول لنا بقى، اتكلم عن نفسك كده، انت الاول منين، من محافظه ايه والمركز او المدينه؟ انا من محافظه البحيره، من مدينه النوباريه. كنت اصلا هناك بتمرن مع في نادي مبارك، هو درجه رابعه، مع كابتن ربيع. وبعدين بقى كابتن ربيع وداني على نادي ابو قير، ومن نادي ابو قير بقى بدات اشد على نفسي بقى وكده، وبعدين شافني بقى كابتن نبيل الحمد لله يعني. جميل. كابتن نبيل لما شافك بقى واقتنع بيك، ايه الاجراءات اللي تمت؟ انتوا راح بيك على طول للزمالك ولا في حد جه بص عليك؟ الدنيا مشت ازاي؟ هو كنت عادي بنلعب ماتشات وكده، فكابتن نبيل شافني فاخدني بقى على كابتن هشام يكن هناك، والكابتن مصطفى بيا بقى وكابتن مصطفى والحمد لله يعني. الحمد لله. ناوي بقى طبعا نادي الزمالك فريق كبير، جو تاني خالص، مع احترامي لكل الانديه غير نادي ابو قير، التدريب هيختلف، المدربين هناك نجوم، هتلاقي بقى في لعيبه، انت هتبقى في تحدي، استعديت ازاي؟ هو الحمد لله يعني. طبعا انا في الاول اصلا كنت بتمرن على نفسي، بضغط على نفسي ان انا اوصل لعيب كوره، بس يعني دلوقتي عادي انا بضغط على نفسي اكتر. من نادي الزمالك، نادي كبير طبعا، بضغط على نفسي عشان انا داخل على مرحله تانيه، ما تحدي، وانا حاطط قدامي هدف يعني ان شاء الله اوصل. ان شاء الله يا محمد، وان شاء الله نكون متابعينك في الزمالك، تعمل حاجه جميله في نادي الزمالك، نادي كبير. الشرقاوي محمد، انت مواليد كام؟ 2005. 2005. انت في ابو قير؟ اه. بالك قد ايه في ابو قير؟ داخل على سنه اهو. مين المدرب وبيتعامل معاك ازاي؟ الكابتن مسعد بيعاملني زي اي لاعب، وبيلعبني برضه زي لاعب في التمارين. والكابتن نبيل شخصية محترمة. مين مدربين تاني في القطاع، ولا هو كابتن مسعد بس هو المدرب بتاعك؟ كابتن مسعد وكابتن شامبو وكابتن محمد صلاح. الا الكابتن شامبو ده. شامبو ده على فكرة الكابتن شامبو اسم عالمي، كان المفروض يكون معانا في الحلقة، كان الراجل بيحضر البدلة وكان رايح يظبط الدنيا وجاهز وبقول انا هاجي بعربيتي، ولكن جات له ظروف خاصة كابتن شامبو. فانا بقول للكابتن شامبو ان شاء الله إذا كان لنا عمر هتبقى معانا الحلقة الجاية، لأن الكل بيحبك كابتن شامبو، وأنت كاريزما في اسكندرية وفي النادي الأولمبي وفي نادي أبو قير، فإن شاء الله تمتعنا بال نقوله إيه؟ لقاءات. مش اللقاءات، هو جميل جدا، هو بيقول إفيهات جامدة. ومرح جدا، هو مرح. فهو لذيذ كابتن شامبو، وبعدين الكل بيتزحلق هناك في النادي. أكيد شامبو. كابتن نبيل، خلاص إحنا قلنا الفريق الأول واتكلمنا عنه. بتتعامل إزاي مع أولياء الأمور؟ اكيد بيجي لك ولي امر يقول لك ابني انا عايز يبقى زي محمد صلاح. اكيد كل لعيب عايز زي محمد صلاح. كل لعيب وكله بيتمنى، وانا عن نفسي بتمنى اي لاعب يطلع من عندي اي نادي، على ان ده حاجه حلوه ليا ماشي اولا، وبيعمل لي اسم وبيعمل لي كل حاجه كويسه في قلب اسكندريه. احنا يمكن اول سنه اشتغل السنه دي الحمد لله في صدى، هو تشتغل وابتدت الدنيا تتكلم وداخلين الدور ان شاء الله، هنعمل ان شاء الله ان شاء الله اسم حلو ندوير. طب كابتن انت تابعت مباريات القسم الثالث في اسكندريه؟ لان طبعا انت في نادي ابو قير بتسعى انك تصعد للقسم الثالث. امبارح كانت مجموعه صعبه، كانت مباراه صعبه جدا، هنقول كده سريعا النتائج بتاعت الجوله الثانيه في اسكندريه، وزمايلنا هيطلعونا بجدول الترتيب، الجدول بتاع مجموعه اسكندريه القسم الثالث. طبعا دلفي كان بيلاعب مركز شباب كوم حماده، وانتهى اللقاء بفوز دلفي 3-0. والاباري والدلنجات المباراه الصعبه جدا، طبعا الجدول معانا ده جدول الترتيب، مباراه الاباري والدلنجات 1-1. كفر الدوار وبروكسي، استطاع بروكسي ان يتغلب على كفر الدوار في كفر الدوار 3-2. بدر والميه، مياه البحيره طبعا، بدر استطاع ان يفوز 2-1. المنتزه والبترول، اسكندريه البترول فاز 1-0. ايتال بارود وكوم حماده 2-2، الفرقتين من البحيره. العمريه والمعموره 0-0 من اسكندريه. الترام السكندري حدث ولا حرج، هو موجود في القسم الثالث، هزم من طلائع الاسطول هدف دون رد. طبعا الجدول معانا الترتيب، اول ثلاث فرق هو بروكسي 6 نقاط، وبدر وطلائع الاسطول. شايف المجموعه دي ازاي يا كابتن نبيل؟ والله يا كابتن هي اولا مجموعه ناريه بالذات بروكسي، لان دي هتبقى الحصان الاسود فعلا. لان السنه عدت فعلا كانوا اتكلموا في لعيبه جامده جدا فيه، فانا حتى حاولت السنه عدت نروح نبص على بروكسي دي، كله بيحكي بيها واتكلم بيها، هي دي مفاجاه غير اي نادي تاني، لا الدلنجات، معلش احتراما للميه، واي فريق، هي دي مفاجاه بروكسي. بروكسي، انا اقول لك على حاجه، هو في فرقتين كانوا في القسم الرابع، طلائع الاسطول وبروكسي، الفرقتين دول هم اللي هم متصدرين المجموعه. يعني يا جماعه بروكسي كان في القسم الرابع الموسم الماضي،
هو حاليا متصدر المجموعه، طبعا تخطى فرق كتير، تخطى دلنجات، تخطى الاباري، البترول، الترام، فرق كبيره جدا في اسكندريه. لما فريق بروكس يبقى لسه صاعد، هو طلع الاسطول، يبقى هم متصدرين، يبقى اكيد في شغل، اكيد في شغل. ومعلش المستثمر يعني الراجل معلش بيصرف وعايز يوصل، لازم يوصل. كابتن انت تابعت مباراه الاباري والدلنجات اللي احنا كنا عارضين التقرير بتاعها طبعا، ومعانا صوره للكابتن منعم رجب المدير الفني. الناس ديت بتتعب، الناس دي يا كابتن اكيد بيتعب من الموسم الماضي. يعني دي الصوره معانا فريق الاعداد مشكورا، ده الكابتن منعم رجب المدير الفني لفريق الاباري. الفرقه دي يا كابتن حتى هذه اللحظه ما فيش مرتبات، ما فيش فلوس من العام الماضي، ومع ذلك جايبين لعيبه وبيشتغلوا وبيكافحهم وخدوا نقطه امبارح. عايز تقول لهم ايه؟ فرقه بتكافح وما فيش فلوس وما فيش امكانيات. والله يا كابتن حمد بص، هم يعني بيمشوا على جد ايه يعني، نقولوا على جد يجيبهم من الاخر يعني. الماديات ضعيفه معاهم، ممكن يشتري لاعب مثلا 5000 3000 جنيه ممكن يفيده، هيروح فين اكتر من كده؟ ما هو ده اقصى حد عنده، يجيب لاعب مثلا درجه ثالثه درجه ثانيه يبقى مميز شويه ممكن، بس الله يكون في عونه. والله احنا عايزين نشكر الجهاز الفني لفريق الاباري بقياده الكابتن منعم رجب والكابتن اشرف مبروك، كابتن عبد الوهاب المصري، محمد ابو العلا، محمد عفيفي، الناس المحترمه دي، كابتن طارق مدرب الحراس، كابتن جلال والكابتن برنس. الناس بتتعب جدا، بنتمنى لكم التوفيق، وان شاء الله الحلقه الجايه يبقى التقرير معانا وانتم معاكم ثلاث نقاط ان شاء الله. عباسي، الزمالك اسم كبير، وقلنا انت بتستعد استعدادات خاصه لنادي الزمالك. انت كنت بتحلم، انت طبعا ما انتش كبير عشان نقوله بتحلم وانت صغير، انت لسه صغير، ولكن الفتره الماضيه فعلا كنت بتحلم ونفسك تبقى في فرقه كبيره بحجم نادي الزمالك؟ هو انا اصلا زملكاوي. جميل، شيء جميل لما تكون انت زملكاوي. احنا على فكره يا جماعه، احنا في الحلقه الماضيه احنا كان معانا لاعب اهلاوي وكان سعيد جدا وانضم لنادي الزمالك عادي، وكان اهلاوي يعني هو بيشجع الاهلي لابس التيشيرت الزمالكاوي، بيقول لك ده الاحتراف يعني، مفهوم كويس ان يكون لاعب في السن ده خلاص يقول لك انا بشجع الاهلي، بس طالما انا انتميت للفانيلا البيضاء خلاص انا بقيت هو ده شغله وهو ده مستقبلي. بس فيش اي حاجه. انت بما انك زملكاوي بقى يا درش، حابب تبقى زي مين في فرقه الزمالك؟ بحب حاجه اسمها اشرف بن شرقي وزيزو، بس وزيزو وطارق حامد. انت مركزك ايه في الملعب؟ هاف شمال. هاف شمال. شايف الزمالك بقى مستواه ازاي الموسم الماضي، ولسه نهايه الموسم ما انتهاش بالنسبه لكاس مصر، شايف الزمالك كان عامل ايه في الموسم؟ هو الحمد لله خدنا الدوري السنه اللي فاتت، كان فاخر الماتشات، كان ماتشات جامده يعني، وكله كان بيعافر، والاهلي برده كان داخل بس يعني مركز تاني طبعا، والحمد لله يعني خدنا الدوري الحمد لله. هو الزمالك فريق كبير، وان شاء الله يكون في نديه بين الزمالك والاهلي. الشرقاوي حابب تقول ايه كده وطموحك؟ طموحي ان انا احقق هدفي وابقى لاعب زي لعبه الكوره زي حسين الشحات، احمد سمير، محمد صلاح كده. ان شاء الله ان شاء الله. طيب الوقت بيعدي بسرعه، الساعه بتاعتنا بتجري، والنهارده في يعني يوم جميل، احنا يوم جميل بوجود الكابتن نبيل. حابب بقى تختم لقائنا الجميل بيك، وعايز تقول ايه؟ ده ما عداش 10 دقايق تختم ايه؟ برفع علينا. لا اللي بيقعد على الكرسي هنا ما بيحسش بالوقت على فكره. لا انت هتبص في الوقت وانت طالع هتلاقي الوقت فعلا عدى. لسه يا كابتن. حابب تقول ايه في ختام حلقتنا النهارده؟ والله اولا انا سعيد جدا بالشباب الحلو ده، نقول امل مصر وامل جميع الانديه، والمفاجاه محمد العباسي ده طبعا مفاجاه كبيره، من نقوله من القسم الرابع للدوري الممتاز، ده حاجه كبيره اولا. وانا شايف فيه اولا هو مميز جدا كجسمانيا كلاعب كعقليا، لا بسم الله ما شاء الله ان شاء الله. توعدنا بحاجه بقى في الايام القادمه؟ والله في مفاجاه ان شاء الله، في اثنين لعيبه بس هيبقى براعم. مفاجاه كبيره ان شاء الله. في في براعم هتبقى حاجه قويه جدا، حاجه قويه، يمكن نقوله اكبر نادي افريقي داخل مصر. دي مفاجاه. ومش هتقول الاسم دلوقتي؟ لا مش جاي الحاجه. حابب تشكر حد عندك في القطاع؟ عايز في حد انت ناسيه؟ في مدرب كان عندك وعايز تتكلم عنه وعايز تشكره وتهنيه؟ بص حضرتك، انا معايا كميه المجاولين في البحيره في دمنهور، معايا اكبر نخبه مدربين يعني بصراحه على اكبر مستوى، الكابتن خميس الشيخه. لا فاجعتك من شغل تراك، يلا بقى نطلع بقى خلاص. لا والله بجد الكابتن خميس الشيخه ده لاعب اسماعيلي سابقا. طبعا ماشي، ده بصراحه مش عايز اقول لك جد مجهول ده. والكابتن شريف الاداري حدوته برضك، والكابتن وجيه، ومعانا الكابتن كمال مدرب حراس، والكابتن مروان برضك فريق الاول في دمنهور. مروان ايه؟
مروان بسيوني ده في جهاز الفريق الاول. بس مهم جدا يا جماعه عشان نبقى واضحين، ومعانا الكابتن عاطف لسه عشان نبقى عارفين ان كان في اتنين مروان. في مروان، لا مروان بسيوني، مروان الثاني، لا مروان بسيوني، كان في مروان ثاني. هو كان معانا في حلقتين قبل كده. كان مع مين؟ جه في التلفزيون معاك يعني. طيب في الشارع عندنا هنا في قناه صحه وجمال. هو طار، هو راح فين بجد؟ الناس بتسال عليه. موجود في دمنهور. في دمنهور يعني موجود فين في دمنهور؟ خلص صفقات مدير تسويق. اصل كان اختلط الحبل بالنابل، وكانت في ناس بتقول رئيس قطاع ومدرب وبتاع، فكان لازم نوضح عشان يبقى الناس عارفه. الناس كلمتني كتير. مروان بلال، مروان بلال، مروان بلال ده مدير تسويق عند شركه تسويق بيسوق اللعيبه، اكبر مدير أكتر. تسويق في البحيره. في البحيره. ربنا يوفقه ان شاء الله يا رب. عايز تقول حاجه تانية؟ نورت الحلقه. انت حبيبي حبيبي. كلمه اخيره توجه لمين وتشكر مين؟ وانا طبعا فضل ربنا ان انا فيه دلوقتي، وكابتن نبيل، وكابتن ربيع اللي انا بضغط عليه، وطبعا والدتي ووالدي. والدتك معانا في الكواليس. يعني بنشكرها طبعا، تعبت معانا النهارده. طبعا ماشيين ورايا كتير والحمد لله بيسندوني يعني. يا ربنا يوفقك يا حبيبي، وان شاء الله الايام القادمه وانت بتشيرت الزمالك تبقى حاجه جميله ان شاء الله. عايز تقول ايه؟ كلمه اخيره كده تشكر مين؟ الكابتن نبيل سلطان والكباتن اللي مرنوني. يعني كابتن ابوك اهم حاجه. يلا يعني طبعا طبعا احنا يا جماعه احنا بنختم حلقتنا وبنقدم الهديه الصغيره ديت البسيطه للنجم الزمالك اللي خلاص انضم لنادي الزمالك. تيشيرت يعني لو نقدر التيشيرت ظاهر معانا كده تمام. بنشكرك يا مصطفى، وبالتوفيق ان شاء الله عباسي والنجوم كلها. كابتن نبيل بشكرك جدا، المرات القادمه ان شاء الله تشمرنا بالنجوم الخاصه بيك. والله يا باشا ده شرف كبير لينا. ربنا يخليك تحت امرك في اي وقت حبيبي. حبيبي حلقتنا بتعدي بسرعه، تملي الوقت الجميل بيعدي بسرعه. بنشكركم، بنشكر كل فريق الاعداد تعبوا معانا النهارده، كلنا تعبنا النهارده، كانت حلقه مميزه. ان شاء الله انتظرونا الاحد القادم الميعاد الجديد الساعه 2 بعد الظهر ان شاء الله، وبرنامج ضربه جزاء في غدا يا كابتن. سلام عليكم.